عليك والله عيب عليكم. خالتي خلصنا، لا تكبري القصة. أنا بعتذر بالنيابة عنك. بكفي. خلص. شو هي بكفي؟ آه؟ لا تكوني بدك إياها تبوس إيدك قدام العالم لترضي، والله ما بعرف هالأغنية كيف بتفكر. خلص طبي لسانك. إذا بتحكي كلمة تانية بهالموضوع، لازم تتحملي العواقب يلي رح تصير، فهمانة ولا لا؟ يعني جاية قبل الكل وعم بتعيط؟ لا تهدديني. من حق كل الناس إنه تجي وتدعي بهالمكان، فيا ريت لا تطولي لسانك أكثر بالحديث معي. بتمنى تلزمي حدودك. ما رح اتردد ابدا. اذا اي حدا فيكم رح يتجاوز حدوده معي يتعاقب، وما رح اندم على هالشي ابدا صدقيني. انا بعتذر مدام. لا تعتذري، مو ناطرتك لحتى تعتذري، وهالشي ما رح يغير وجهه نظري فيكم. بعتذر مدام، يعني مرتي هي اللي غلطت معك، لهيك بتمنى ما تحكمي علينا من خلال تصرفاتها، يعني بنتي مو مثلها ابدا. بعرفها لبنتك منيح صدقني، هي وحدة كذابة وما في عندها اخلاق. انا متأكدة لما رح تتجوز رح تكون بارعة بالكذب على جوزها، وبكره بتشوفوا، وممكن ببساطة انها تخونه. يا مدام عم تظلمي بنتي كثير بهالكلام. تفضلوا ادعوا لربكن، اطلب منه انه يحمي بنتك، واتمنى يساعدها مشان ما ترجع تكذب بحياتها، بيكون احسن لها. يا ربي ساعدنا. شو عم يصير؟ معقول قاعدين عم تدعوا لهلا؟ مين اللي رح يطبخ لشريلا كان؟ اهدي حماتي، شريل لسه بده وقت ليجي. ومين قال لك هالحكي؟ خير امي، فيكي شي؟ ما فيني شي نهائيا. بس بالعاده انت لما بتروحي تدعي بترجعي رايقه، بقى ليش اليوم جاي كثير معصبه؟ انا ماني معصبه نهائيا. شو رح ياكل شري اذا حضراتكم ما عملتوا له غدا؟ شو السبب لحتى كلياتكم مبردين قلبكم تجهيز الأكل؟ يلا الكل على المطبخ. أنا بحال حياة. قالت حضروا الغداء. إيه صح. يلا شوفي